بمناسبة الاستفسارات، احنا جالنا في سؤالين. سؤال من باسم علي بيقول: هل في تحاليل دورية لازم الواحد يعملها عشان يتأكد ان مناعته قوية؟ قبل التحاليل هنام كويس، هشرب ميه كويس، هقلل التدخين بقدر الامكان، هاكل اكل كويس، واخد الفا مالتي فيت. التحاليل لازمه، ممكن بنعمل كومبليت بلاد بيكتشر اللي هو صوره الدم، اطمن من نسبه الحديد، واشوف الوايت بلاد سيلز، واشوف كل الكرات الدم الحمراء والبيضاء، وبيبقى في تحليل اسمه انتيجين انتي بودي، دي الاجسام المضاده برضو يطمن عليها. اوكي، طيب سؤال تاني من سوريا عادل بتقول: افضل مستمر على الف مالتي فيت لمده قد ايه؟ ده جزء من السؤال. والجزء التاني تقول: ولو استمريت عليه الفتره وقفته بعد كده لاي سبب، هل ده ممكن يعمل نتيجه عكسيه او اثار سلبيه؟ انا بقول لها استمري على مالتي فيت، اتس ديلي يوز، ملوش اي تراكمات من الفيتامينات في الخلايا، فتستمر عليه على طول. لو وقفت بليز ما توقفش اكتر من شهر شهرين. ليه؟ لان الجسم محتاج الفيتامينات والمعادن يوميا، دي صيانه، زي ما انت بتعمل صيانه العربيه بعد 1000 كيلو، بعد 5000، ده صيانه للجسم، ده اللي بيدعم الجسم بالصحه والمناعه والطاقه. فلو وقفت اكتر من شهرين طبعا هيحصل كسل، هيحصل خمول، هيحصل تعب، المناعه هتقل، فانا ما بنصحش ان انا اوقفه. ولو وقفته مش ما يبقاش اكتر من شهر، عشان الجسم محتاج على طول. هل في حد ادنى من العمر لازم الواحد يعني يكون وصل له عشان ياخد المكملات الغذائيه او المالتي فيتامين؟ انا بنصح لو بالنسبه للالفا مالتي فيت باخده من سن 13 14 سنه. طبعا كبار السن مهم جدا جدا، لان كبار السن بيبقى عندهم نقص شديد في الفيتامينات شديد. والفيجنز النباتيين مهم جدا جدا ليهم الفيتامينز، الرياضيين مهم ليهم الفيتامينز، الستات ما بعد سن الأربعين مهم ليهم جدا الفيتامينز. لو هتكلم على ألبا مالتي فيت من سن 13 سنة، الجرعة المصرح بيها قرص واحد فقط في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء، ما بناخدش اي فيتامين على معده فاضيه. ده كده اي بي سي يعني. تاني ولا حتى دواء مش كده برضو؟ في ادويه بتتاخد بقى على معده فاضيه، زي ادويه الحموضه، زي الادويه حاجه، والمكملات الغذائيه حاجه تانية خالص. أوكي. الادويه هو الدكتور اللي بيقول امتى الجرعه والحاجات دي. الفيتامينز مش محتاجه استشاره طبيب، لانها فيتامينات محتاجينها يوميا. لكن لو هتكلم على اصحاب الامراض المزمنه، بطمنهم ان الب مالتي فيت ما يتعرضش اطلاقا، وبالذات كمان سكر ضغط، بالذات مع مريض السكر، بالذات مع مريض السكر. مريض السكر بيبقى عنده التهاب في الاعصاب، فبتلاقي الدكتور بيدعم مع الادويه، سواء بياخد الانسولين او ادويه السكر المتعارف عليها، بيدعمه جدا ان هو ياخد سبلمنت او مكمل غذائي فيه فيتامين بي بكل انواعه، لان فيتامين بي هو اللي داعم للاعصاب، هو الدعم لاعصاب الاطراف، لان بتلاقي مريض السكر احيانا بيحصل تنميل في الاطراف. لو هتكلم على امراض المزمنه، كوليسترول، قلب، الحاجات دي لا يتعرض اطلاقا مع الادويه، بالعكس. يعني الب مالتي فيت بيحسن بنسبه، عشان ما حدش يقول هوقف الدواء واخد مكمل غذائي واخد فيتامين، بيحسن بنسبه مستوى الكوليسترول، لانه بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. في النقطه دي عايز اقول لك ان في ناس ساعات بتخلط ما بين الدواء وبين المكمل، يعني بياخدوه من منطلق انه علاج. دي مصيبه والله. يعني لازم الناس تفهم كويس ويبقى عندها وعي شديد ان المكملات الغذائيه، الفيتامين، ليس دواء اطلاقا وليس علاج لاي مرض. وما فيش حاجه اسمها لا انا اوقف دواء واخد مكمل غذائي واخد فيتامين، لا. انا مع الادويه بدعم الصحه وبدعم المناعه وبدعم الطاقه بتاعتي وبدعم الحاله النفسيه. يعني الفيتامينز داعمه جدا للحاله النفسيه، بالب مالتي فيت او بالفيتامينات اللي هم بياخدوها عموما يعني.